سني 6 سنوات، أدرس بقسم التمهيدي الثاني. فوز كايو، معلمتي اسمها مريم. اليوم سأقدم لكم مصروعي بعنوان مرافق مدرستي. مرافق مدرستنا هي الإدارة، القسم، ساحة الألعاب، قاعة التمريض، قاعة الصلاة، قاعة الرياضة، المكتبة، وأخيرا المرافق الصحية. والآن سأقوم بشرح كل مرفق على حدة. المرفق الأول هو الإدارة، ويعمل فيها المدير وكاتبه. المرفق الثاني هو القسم، ويعمل فيه المعلمة والأطفال، ونزيد به الطاولات والكراسي. المرفق الثالث هو الساحة، وهو مكان لاعب، ونزيد به منزل صغير، الدراجة، السيارات. رابعا المرافق الصحية، وهو مكان نظافة، ونزيد به المغسل والمرحاض. خامسا قاعة الصلاة، وهو مكان لحفظ القرآن والصلاة. سادسا قاعة التمريض، ويعمل بها الطبيب والممرضة. سابعا قاعة الرياضة، نلعب فيها رياضة مع الأصدقاء. وأخيرا المطعم، وهو مكان الأكل. مع السلامة أصدقائي، إلى اللقاء.